شوف الخوز الدار ديال السي محمد. ها الخوز، هذه هي الضلة، هذه هي الضلة اللي كيحلم بها الوالد. واش العشرة، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو هذا اليوم شنو يكون هذا الفيديو هذا؟ ان شاء الله هذا الفيديو ان شاء الله غيطلع للطوندونس. الطوندونس هذا متفق معاه عليها، ان شاء الله يطلع للطوندونس الخوت. المهم الناس ديال الانستغرام، حطيت لكم واحد البوست في انستغرام اللي هو هذا بطبيعة الحال، دخلوا ليه عشرة. حطيت لكم واحد البوست قلت لكم سولونا، وحنا ان شاء الله نجاوبكم في فيديو في اليوتيوب ياك الوالد. وسولونا بزاف ديال الناس، يعني كاين بزاف الأسئلة ما غاديش ندوزو كلشي بطبيعة الحال. بلاتي اولا بعدا كاين هذوك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، اييه الفجعه اللي وقعت الناس اللي البلاد عندنا في غرم، لا في تارودان، في تارودان 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 في غرم. زعما كانوا كيلعبوا الكره في التيران وجاب عليهم الواد، وكنتمنى ما تكررش هذه القضيه، والمسؤولين ياخذوا بالعين الاعتبار ان شاء الله يحيدوا ذوك الناس من الواد. المهم الاخوان غادي ندخلوا في صلب الموضوع اللي هو نجاوبوا على الاسئله ديالكم اللي حطيتوا لنا في اخر بوست في الانستغرام العشرين. المهم الاخوان غادي نبداو الاسئله ديالنا بالحضور ديال الوالده ديالي، راه كاينه في الكواليس. المهم تحيه ديك الوالده، الله يعطيها الصحه ديالها، امين يا رب، عليها الله يعاونها، الله يخليها لينا. فعلى بركه الله الخوت، نبداو باول سؤال اللي هو من عند عماد. علاش ما ديرش الباك الضلا وداك الشيء اللي كتدخل من اليوتيوب تقدر دير به الضلا؟ الخوت حنا ما عندناش مشكل في الماده، هو عندنا المشكل في الوراق ديال الضلا ياك الوالد. الوراق القايد الله يهديه، القايد الله يهديه. وعلى ذكر القايد الوالد، فاش كيمشي يدعي في الجامع، سمعوا حساب واحد النهار قالها ليا، قال لي فاش فاش سجد، حيت صلاح داب ديما كان زعما القايد يهدي الله، كيقول كيقول في السجود ديالو يا ربي اهدي القيد. الله يهديه، المهم الله يهديه من هذا المنبر القيد. الا كتشوفنا حنا حنا فينا حنا فينا، الله يعطيك الخير. وصافي دابا انت درتيها غيشوفوا. السؤال الثاني من عند عبدو، سول الوالد ديالك علاش ما كيحمش معاد حسام؟ علاش ما كتحمش معاد حسام؟ كيفاش ما كتحمش معاد حسام؟ هما داك الشيء باقي داك الشيء التبرعيج ديالهم. مشينا واحد المره لواحد العرس، دوك الناس اللي بركنا معاهم شوهونا، بركنا معنا الشوهونا في الماكله، وعندنا ناس الشياب جالسين معاهم، ولكن واخا هكاك هما وهربوا على داك الشيء. ولكن راه واخا هكاك ظريفين ماشي زعما، لا مزيانين، ولكن فواحد الناحيه مزيانين، ولكن هذيك الناحيه كنطلب الله يهديهم. هذوك ما تنتظرش انهم يبدوا داك السلوك ديال الماكله، وواخا الدم ديالهم كيجري في العرق ديالي، هما عطاوني الدم وداك الشيء الله يعمر هذا. مزيان هذيك القضيه ديال سميتو، هذاك ذاك الصواب خصو يكون فيهم شويه الصواب. نمروا للسؤال الثاني، هو من عند خويا ياسين. واش تبغي خالد، السؤال لك انت، واش تبغي خالد يتزوج اربعه العيالات ويسكنهم فوق الضلا؟ الا زال الضلا يتزوج حتى 10، الشرع عطانا اربعه ويزيدنا زيدنا على سته. السؤال اللي من بعده، واش اليوتيوب هو مهنه ديالك ولا خدام في شي بلاصه اخرى؟ والسؤال الثاني، واش باقي كتقرا؟ بيس خويا خالد والضالة، الله يحفظكم ويجيكم. شكرا لك اخويا مصطفى. بالنسبه للسؤال الاول اللي هو واش اليوتيوب هو مهنه، بطبيعه الحال ماشي مهنه اللي تقدر تعول عليها الحياه كلها، حيت غيجي واحد النهار غادي تحبس هذا الشيء هذا. واش كتقرا؟ وي كنقرا، عندي الكاتريام الا تروازيام اني في لافاك ان شاء الله، البرونش ديال الشريعه. ولكن ما مشيتيش هذا العام دوز امتحان؟ هذا العام راه درت سنه بيضاء الخوت، راه ما كاين لا امتحان لا والو. علاش طلع لي هذاك الشيء في الراس؟ قلت هو العام الجاي خصك تموتو؟ لا العام الجاي محل، لا لا صحيح. اشنو صافي بارك، انا نخرج برا انا. اش هو تخرج برا ولا البكور؟ عندك شي حرفه في يديك؟ لا. دير شي حرفه في يديك؟ اييه. تسبقت ولا تحلقت ولا شي صنعه في يديك؟ ديك الساعه خرج برا. انا زعما نخرج برا صافي. صافي الله يسلمك. ودير لي الضلا هي الاولى. صافي انا نخرج بالفلوس ديريكت، ما كاين لا ضلا لا والو. السؤال موالي الخوت، وهذا السؤال هذا بان كيف فيه الوالده. الوالده احتراماتي ليك. احترامات. وزارة الداخلية. علاش الوالده ديالك ما كتبانش في الفيديوهات ديالك؟ بطبيعه الحال الوالده ديالي طرحت عليها انها تبقى تبان معنا في الفيديوهات، ولكن هي الطبع ديالها انها حشوميه وما بغاتش. ما بغاتش. ما بغاتش. المهم نعطيوها الثقه ديالها ياك بعدا. السؤال الثاني، سؤال الوالد، شنو هي الطريقه اللي تبعتيها في تربيه الاولاد ديالك ملي كانوا صغار، وشنو النصيحه اللي كتوجهها للاباء بصفه عامه؟ والمهم اللي عنده الابناء الله يهديهم والله يعاونهم، وزعما كان يتفتح معاهم. سمعتي؟ يتفتح معاهم ويتهلا فيهم، والا مرضوا يديهم للطبيب. واهم حاجه الخوز، ديما اختصاصي يديهم للطبيب. نسيتي سمعتي؟ نسيتي واحد. شوف ولا يقول لك اعطيني درهم اعطيه 10، ما تولفش لي فلوس بزاف في الاول، ما تخسرش باش ما يخسرش. نسيتي واحد الحاجه مهمه. شنو العصا؟ ديما العصا. العصا ديما العصا ديما العصا ياك ديما العصا. اش من العصا؟ راه ما كنا كنديروا والو كيكب فينا السم ديالو. ما عقلتيش؟ كيجي من
المطيرات. السؤال الموالي كيقول شنو هو السبب اللي خلاك تحماق مع الوالد ديالك وتبينه في الفيديوهات ديالك والوالده لا؟ بالنسبه للوالده راه طرحنا عليها انها تنضم معنا للفيديوهات وما بغاتش. والسبب اللي خلاني انا نحماق مع الوالد حيت تلاقيته حتى هو حماق بنفس الجينات. اي نفس حماق حماق صافي تلاقى حماق صافي. وحنا المهم انا غادي التقاعد ما عندي ما يتعلق قد داكشي هو هذاك مع فيا السكوار وفيا طونسيون وداكشي وكنبرد الدم ديالي في الفيديوهات صافي كنسال. والدار ان شاء الله. السؤال الموالي كيقول شكون كيحكم في الدار، واش انت ولا باك؟ امك هي اللي كتحكم. امك هي اللي كتحكم في الدار. الوالده الوالده هي اللي كتهزها ما كاينش. السؤال الموالي كيقول بغيتك تسول السيد ضلا هذا السؤال، واش متاكد بالله هو نيت اللي ولدك؟ هذه هذه باينه انت اللي ولدني راه كنتشابه. ايه اوكي. حيتاش كون كنت بلاصتو انا ندير بالناقص. كيفاش كيفاش دير بالناقص؟ انت اللي دير بالناقص زعما كي تولدني. انا دابا ولدت على ثلاثه الساعه انت زلقتي لي ما كيفاش زلقتي لي حتى ياك الوالد. دابا دابا انا دابا زلقت لك. دابا انا زلقتي انت ولكن واش صدقت ولا لا؟ لا صدقتي ياك والله العظيم خرجتي انت هو احسن منهم. السؤال الموالي كيقول واش الضلا ما بغاش يطلع الضلا ولا حيت الضلا خاصها فلوس الضلا؟ هو في الحقيقه الضلا خاصينها اوراق الضلا. اوراق الضلا والفلوس ديال الضلا الحمار. الفلوس هما الفلوس وفلوس الضلا. السؤال الموالي كيقول سول باك واش الا قالوا ليه يديروا ليه الضلا في المقابل يطلق مراته؟ واش الا لقيت شي واحد يدير ليا الضلا؟ هي نطلقها الا لقيت شي واحد يدير ليا الضلا. شوما كاع والله الا عندي لا شوما انا وضع صاحبي نكملوا الفيديو صافي. صافي خلينا من ديك التبادل ديال والو عندي خمسه ماشي مشكله الوالد الله يهديك. انت اللي واش دابا تزوج على الوالده صاحبي؟ واش انت صاحبي؟ وانا غير كنضحك معاه صاحبي. راه غير كنضحك معاه صاحبي وراه الفيلم هذا غير كنضحكوا وراه وزاره الداخليه صاحبي. واش انت مريض ولا مات؟ واه شوف البري وحده قول هذيك. السؤال الموالي كيقول الخوت واش ما كتفكرش دير شي سلسله كوميديا على اليوتيوب؟ ان شاء الله الخوت كنفكروا نديروا هذه السلسله الكوميديا. ايه نديروا نمشي مع حديد الدان نمشي مع حديد الدان نديروا. علاش لا؟ السؤال الموالي كيقول واش كتفكر دير فلوق في الخارج؟ ان شاء الله الخوت هذا العام هذا الاخر ديال هذا العام ان شاء الله راه غادي ندير لي الضلع تهرب. لا نمشيو انا وياك الخارج. الخارج تركيا ولا فين؟ المهم نمشيو نسرحوا ان شاء الله. فين ما مشينا ولي نديرو الضلع هي الاولى. الضلع ان شاء الله من بعد تركيا. عاودها الضلع هي الاولى عاد نمشيو لتركيا ان شاء الله. تركيا عند المنار. عند المنار. السؤال الموالي كيقول واش الا تزوجتي غادي تحبس اليوتيوب؟ باين عليا حيت انت فايت مزوج. لا ان شاء الله ما غاديش نحبس وان شاء الله غادي نكمل باقي في هذا الدومين هذا حتى يدي مولا ما انا امنته ان شاء الله. صافي ان شاء الله ان شاء الله. وحتى انا معك حتى حتى للمقبره ان شاء الله ان شاء الله الموجود كامل. السؤال الموالي كيقول سول الوالد ديالك قال لك الوالد واش فايت ليه فكري تزوج على مامك؟ زعما كاين واش فايت فكرتي تزوج؟ انا لا لا ما ما عمرني فايت. كنطلب الله نزيد لي الحب على الحب. الورد والياسمين كنقدموا ليها. ها هو الله يعز الحكام. الله يعز الحكام. شديه شديه شديه. السؤال الموالي كيقول الخوت سؤال موجه للوالد ديالي واش الا حصلتي خالد كيكمل حشيش شنو التصرف ديالك معاه؟ اش نقول لك؟ اذا كان شي كتامه شي نقعه ديال السبعينات راه مزيان. كما دابا راه ما بقاش الحشيش مزيان ما بقاش سميتو والو والو ما كاين والو ما كاين. دابا تيبخا دابا ما بقاش سال كتامة ديال بكري اللي كتسطي بلاد بلاد كتسطي. الله يخليك عمل اب الله يخليك لي الدوري. لا طلعوا عليك ما تكميش حشيش. لا الحشيش راه تشرب وما تكميش صافي. قول هادي. السؤال الموالي كيقول الا غتزوج واش غيقبل الوالد ديالك تسكن معاه؟ تسكن زعما ايه ايه مرحبا بكم تسكن معايا وتعاون في المراه ديالك تعاون امك وتعاوننا في الدار مرحبا بها ان شاء الله. وين فوق الضلع؟ فوق الضلع بطبيعة الحال. السؤال التالي كيقول سؤال التهتو زعما الوالد الا رجع بك الزمان تختار ربيعه ولا المدام؟ مدام مدام الخوت مدام. اما ربيعه مشات مع الماضي صافي مشات الماضي فات الماضي فات الماضي فات الماضي فات. السؤال الموالي كيقول واش الى مات باك الله يحفظ يا ربي واش غتكمل في اليوتيوب؟ وعاد غنبدا ديك الساعات اليوتيوب وغتزهى القضيه وما كاينها. يا سلام الحمار صافي. عاد طفعت فرع ديك الساعه ملي تنمو. لا راه ديك الساعه تيكون قبع الله يرضي عليك كون زهوكي وتهلا فمك كون هاني كون هاني الوالد ان شاء الله ما غاديش تموت. انا اللي غنموت هو الوالد انت. السؤال الموالي كيقول والسؤال الموجه لك الوالد واش الوالد ديالك الله يخليه لك كينشط ويضحك غير حيتاش شعل الكاميرا ولا حتى في حياتكم الشخصيه ناشطين وديما بخير وضحكين؟ اه حنا ديما ناشطين الحمد لله. حنا عائله محترمه ونفس الوقت ماشي متزمته ومحافظين النشاط الحمد لله دائما النشاط حتى شط. واخا صبر صبر نجاوب على السؤال الثاني.
فيكم اصاحبي نتوما جيوا صاحبي راه كنتسناوكم اصاحبي صرب يا صاحبي راه مع من مع واحد الدري دري ولا دري الحمر نعرف الله عليه قبع الله يوسعي كاين واحد الدري يا صاحبي راه ما فيكم نتوما فيكم على سميتو شوف اه رد بالك تبعت معايا دابا تبعت معايا دابا انت تبعت معايا مع عمرك سميتو دابا راه حصلتك دابا انايا شنو قدام الناس انا ها بالعنيف درت بحال طفيت الكاميرا ما طفيتهاش خوت ها هو حقك ديرو السؤال المولي كيقول الخوت فين غبر صاحبكم معاذ صاحبنا معاذ بطبيعه الحال راه مشى لفرنسا يدوز لي فاكونس ديالو والله غادي مخليه نمشيو دابا للواليمه كيعيطنا شي واحد الواليمه كانوا كلوا بخاطر الرا وكلشي سميتو اما راه واخا كيعرف لا هو داك الفيس راه فيه هو لا فيه ولكن الله يهديه الله يهديه هذاك البيس ما هو بيس ما ماشي اخلاق صبر على حسام كيصون واش حسام يا الله سير على صبر انا نحلك نمشي ديش كان حسام حسام نمشي نحلي ها هو الوالد حسام اه بخير 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 صحه لاباس اكلا مشكري قلت لك الوسط ديالك السلام بالسلامه الله يرحمك مشكري تحت مع الباب المهم الاخوان بعد ما تجمعوا العشران حسام معاد تواجه من فرنسا بلادي 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 سي محمد يقول لك او ياو او ياو سي محمد واش فرحتي ملي ولينا دابا حدا لا بخير والله ملي جيتي دابا بخير الحمد لله الله يبارك السؤال الاخير الخوت كيقول علاش ما توريوناش الدار يعني هاد البلاصه اللي غنديروا الضراب هاد الشيء غنوري عليكم الخوت يلا ودابا نوريها لكم ما كاين حتى مشكل يلا نمشيو دابا نوريها لكم هيا بينا اجي بعدا اتورينا الدار من الداخل بعدا باش يشوفوا الناس ها البيت ديالي البيت ديال كاينه قول بسم الله شوف الباب بعدا كي داير ها الدخله سبحان الله الدخله لا تبشروا بالخير زين صاحبي مالها لقيتيها لامك هاك هاني البرويطه كيجمع كيجيبها انت هبيت الماء شوف هبيت الماء ديال الضيف هبيت الماء ديال الضيف ايه ها الكراج الى بنت هنا الكراج الكراج طوموبيل ان شاء الله ديالي ديالك هي اييه الكراج ياك اييه بغيتي دير الصالون ديال الضيف ان شاء الله ها هو الصالون ديال الضيف اييه شحال هادي ما جيتها من الخوت ما جيت هادي شي نقول لك انا شي شهور هادي عامره بالخبره ها الصالون ديال الضيف ها واحد لاكار هنا اييه ها واحد لاكار هنا هنا كاين لاكار ميدي كاين بيت الماء وكاين هنا سميتو وهنا شوف ها انت هنا غندير واحد الباب هنا غدير الدوش ها هو هنا الدوش هنا وبيت الماء كاين هنا ها هي ها بيت الماء خويا ها الخوت ها بيت الماء ياك ها لاكار ها واحد لاكار اخر هنا تحت الدروج تجلس هنا تبغي تنوض يضربك السقف لا لا هو لا هو هي هنا ما دير لي الكرسي ديال بيت الماء هنا الله يحفظك هي قلتي هذا كراج وهذا صالون صالون اي وهذه شنو هي؟ هذه بيت النعاس هذه بيت النعاس بيت النعاس شوف الخوت بيت النعاس بيت النعاس ياك هنا واحد المريو هنا ها هو عندها ليا هذا هنا فين ايا ها البيت ديالي ها هي شتيها غتكون انت لهيب بحال الا هرب البوليس اي حيت غنكون بزناز اصلا البلاصه فيها كيكون فيها شي سي محمد راه كيشفر لابريك غادي وكيجمع فيه والله الا كيشفر لابريك ها ها شتي لا هذاك الياجور عرفتي شو قال ليا شفتو اجي تشوف جبتو واش فرطي جبتو ودرتو لهنا درتو لهادي ياك إيه؟ درتو لهادي الساعه إيه؟ هادشي ما صحيح ها كضربو كيطيح شوف الخوت شوف الخوت امزمزم ثلاثه ثلاثه تسنى تسنى اصبر اصبر كضربو كيطيح شوف الخوت الدار ديال السي محمد
هنا شوف هنا شوف بشويه غير بشويه شوف هنا هنا ديك الطبله ديال سميتو انا لافابو لافابو ديال جوج بلايص لافابو ديال جوج بلايص وهنا صبر كاع نزربو واش هذا هو لا 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 تصدقني لا يحضر هذا هذا سميتو لاكار ناقص هاد الدروج الخوت دروج عوجين عوجين هاني كليتها في يدي الخوت عوجين مك العوجه انت ها واحد البلاصه باش دير هنايا اياه الاحذيه الاحذيه الفاخر والاحذيه هنايا اياه هنا غادي نشوف هنا كيدور الدروج اياه الا خلاو لي شي بلاصه باش ندير بيت المهنه يمكن الا خلاوها لي الدروج ياك هنا دابا هنا غادي ندخل بيت المهنه ياك هاد القدوس ديالها اجي شوف اه القدوس ديالها هو اياه وهنا غيطلعوا الدروج وفينا هي الضله فينا هي الضله فينا هي الضله الضله هي هذه باش ها الخوت هذه هي الضله هذه هي الضله اللي كيحلم بها الوالد وانا جيت شوف خبلاتي ها انت شوف هذا شنو هو هذا البيت اخرى هنا اييه كطلع على الهي كطلع على كطلع على لافي لافي لا في لا لا في ذلك البيت ديك ابو ضاف شوف الخوت لافي كي دايره الله اكبر تفيق الصباح تلقى هذا الخير هذا قدامك دابا كيدوز النهار ديالك تلاقيتي بحال هذا الشيء هذا شوف الخوت واحد البغل حاشاكم ها هو هاي دوز نهارك مزيان الى صبحتي عليه زيد زيد الواليد هذا شنو هو هذا هذا بيت ولا صالون ولا شنو هذا بيت ديال الضياف اييه وهذه بيت ديال العيال هذه ديال الرجال هذه ديال العيال ها هنا راه فرقتو والبريك ديال 15 اللي درت ياك صحيح صحيح زيد الواليد كمل لينا هانت شوف هاد البودرات ديال 6 ديال 14 الحديد ديال درت انا 6 ديال 14 باش طالع كلشي البودره تا واحد البودره اييه ها واحد البودره اخرى اللهم بارك ها جوج بودرات ياك اييه زيد ياك الوالد 6 بدا كيحسب في البريك البسط البودرات هادي الضوايا الضوايا كضوي 100 متر هنا ماشي 100 متر عندك القصر القصر ما فيها الضوايا ديال 100 متر زيد هكا الضوايا هذه دابا هاد الضوايا اييه فوق وهذه طالعه دابا الضوايا هذه دابا طالعه ولحق على الضلا ها هي لحق على الضلا فهمتي ياك دابا خصها الضلا خصها غير الضلا دابا السي محمد ديك لحق على الضلا شوف شوف شوفنا لحق على الضلا ها صافي لا راه خاصك باقي تزيد واحد جوج بريكات وها بركه صافي راه كاين 13 انت شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ياك 13 والله الا بصح صافي الله يسر والدار السيد هذا الشيء السيد هذا عنده لاتري ديال امريكان ياك هو طالع فوق مني طلع السيد عنده لاتري ديال فرنسا هو طالع فوق مني طالع فوق مني وانا عندي لاتري ديال المغرب وبقيتي لتحت لتحت المهم الاخوان السؤال اللي كيتعاود بزاف اللي هو شنو هي الضلا فينا هو الضلا وشنو هي هذه ان شاء الله الضلا هي هذه الخضره ورينا ان شاء الله الفيديو الجاي نصور لكم الضلا تبنات ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي الفيديو الجاي الضلا غتبنى ان شاء الله ان شاء الله لا نقدوا الاوراق ان شاء الله ان شاء الله باش نديروا داكشي يكون قانوني ان شاء الله ان شاء الله وما يكون غير الخير نتمنى يعجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش لايك كومونتير بارطاجي وتابوناو الخوت ابوناو باش نلحقوا مليون ان شاء الله الخوت نعطيكم الخير بيس باش نلحقوا بيس ولا ما راه حتى ما بقاش كاع عقل فينا هي واش ولا انا ضربتني المراه هنا انا بيسيكم الخوت والله حتى الفيديو يعطيكم الخير ديما الجيم والضلال